مستر رينيه فايلر النهارده اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، والجلسه دي كانت قبل المران، والفريق اتمرن على طول زي ما حضراتكم عارفين بعد ما جم من غينيا السويه بعد الفوز الكبير اللي حققه النادي الاهلي 2-0. وبقالنا كتير ما كناش بنفوز بره ارضنا، ف 2-0 نتيجه كبيره في الحقيقه، وقبل المباراه غايه في الاهميه مباراه الزمالك. والكلام في الاجتماع ده وفي الجلسه دي ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر فايلر كان على او بخصوص مباراه القمه ان شاء الله يوم الجمعه في استاد الجيش برج العرب. مستر فايلر اتحدث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا من خلال المترجم للترتيب للمرحله المقبله وبرنامج الفريق خلال الفتره اللي جايه، هل هيبقى في معسكر قبل المباراه بيومين مثلا او حاجه، يعني معنى كده انت ممكن تتمرن النهارده وبكره وتسافر، هنشوف كل الامور دي برده هنعرفها. وكمان كل الترتيبات الخاصة بالفريق قبل هذه المباراة الهامة مباراة السوبر. مران الفريق كان في هذه الجلسة السريعة، وكمان تم التأكيد على اللاعبين على غلق الملف الأفريقي والتفرغ والتركيز بشكل كامل على المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك في السوبر، وهي مباراة بطولة مهمة وكلنا منتظرينها بإذن الله. مستر فايلر كمان من ضمن أخبار المران النهاردة بيصوب الأخطاء في المران الجماعي، معنى كده ان رغم فوز النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام فريق كانو سبورت في غينيا الاستوائيه و2-0 وبره ملعبك، لكن ايضا من وجهه نظر مستر فايلر ان لسه في اخطاء بتتعلق بقى بالتمركز بالتحركات بالجوانب التكتيكيه المختلفه، كلها امور بتخص مستر فايلر. النهارده خلال المران كان بيعالج هذه الاخطاء ويتكلم مع اللاعبين على كيفيه علاجها وكيفيه تفادي تكرار هذه الأخطاء خلال الفترة اللي جاية وخلال المباراة القادمة بالتحديد. مستر فايلر خلال المرة حرص على إيقاف المران أكتر من مرة والتحدث مع اللاعبين لتصويب بعض الأخطاء من وجهة نظره خلال التدريب اليوم. بالمناسبة المران كان بنسبة أكبر استشفاء يعني، لكن أيضا كان في بعض الجوانب الخططية والتكتيكية، لأن أنت خلاص الوقت ضيق جدا، عندك مباراة الزمالك يوم الجمعة وبعد كده هتلعب أول مباراة مع سموحة هناك في اسكندرية في استاد الجيش برج العرب يوم 23، يعني اعتقد يوم الاثنين الجاي، فالمباريات ورا بعض، فلازم يكون في تركيز على تصويب كل الاخطاء، وده اللي ركز عليه الجهاز الفني خلال مران اليوم. وطبعا بشكل طبيعي ابتدت التحضيرات طبعا لمباراه نادي الزمالك. كمان من ضمن الاخبار ان مستر فايلر اجتمع بمعاونيه لتحديد برنامج اعداد الفريق للسوبر، وده اللي احنا اتكلمنا فيه. خبر اخر مهم، محمد محمود بيشارك في المران البدني خلاص تدريجيا كده. محمد محمود نجم النادي الاهلي واللي عيني ما لحقش بسبب اصابه رباط صليبي خلاص بيعود للمشاركه بشكل تدريجي جوانب بدنيه، هو كان عنده تدريبات تاهيليه يعني الفتره اللي فاتت كلها، وده من ضمن البرنامج الخاص بالعلاج والتعافي بشكل تام من اصابه الرباط الصليبي، لكن هو دخل في التدريب البدني النهارده، واحده واحده ان شاء الله هيخش في التدريبات الجماعيه بشكل كامل عشان يكون متاح للجهاز الفني. ومتاح ايه؟ ده هيبقى لعيب مهم قوي متاح بالنسبه لك كجهاز فني طبعا، هم اكيد ادرى وليهم وجهه نظرهم بكل تاكيد يعني.